الرئيس السيسي يتابع تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، ويوجه بتوفير كافة احتياجات المشروع للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية. مدبولي يؤكد متابعته جهود خفض الأسعار، ويشدد على أن الفترة القادمة ترتكز على القطاع الخاص وتسهيل إجراءات تراخيصه. واتفاق مصري أردني فرنسي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحد من الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي. وخلال اجتماعه بالمسؤولين المعنيين بالمشروع، تابع الرئيس السيسي نسب تنفيذ المشروع الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع نسبة تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج. كما اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على مستجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة، وعلى رأسها مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، ومشروعا المينيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي، ومشروع سنابل سونو بوسوان، ومشروع منطقة الدخلة بجنوب مصر، والمنطقة الصناعية واللوجستية بمحور الضبعة بالدلتا الجديدة. وناقش الاجتماع كذلك آليات دعم تلك المشروعات، وعلى رأسها جهود توفير المياه للري وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب. كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي وتطوير أنظمة الري والميكنة الزراعية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتوفير كافة احتياجات المشروع في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصبا أساسيا للاقتصاد المصري وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه لأول مرة في مصر يتم إنتاج وحدات التكييف المركزي بمصنع هاير، مؤكدا أن الفترة القادمة ترتكز على دور القطاع الخاص الرئيسي في دعم الصناعة بمصر. وخلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة العاشر من رمضان، أوضح مدبولي أن الدولة خصصت الرخصة الذهبية لدعم قطاع الصناعة لسرعة إنجاز التراخيص لمصانع القطاع الخاص. النهاردة هذه الشركات العالمية بوجودها في مصر هي رسالة ثقة كبيرة جدا في الوضع السياسي والاقتصادي للدولة دي، اللي يخلي شركات بهذا الحجم الكبير جدا انها تقرر انها تفتح مصانع، مش مصانع انها تخدم مصر، ولكن مصانع اقليمية هدفها انها تغطي جزء من احتياجات السوق المحلي وكمان تصدر للخارج. الشيء المهم جدا، يمكن حضراتكم بدأنا في مصنع هاير، انه بيتم انتاج لأول مرة في مصر وحدات التكييف المركزي. والوحدات دي يمكن من 4 شهور او 3 شهور لما انا كنت بزور المصنع ولسه هم بينشئوه، طلبت من رئيس الشركة بصورة رسمية ان هذا المكون او هذه الصناعة يبقى موجودة. هم كانوا بيتكلموا على التكييفات المنزلية. فورا النهاردة الحقيقة وراني الخط الانتاج اللي هيبدأ بالفعل او بدأ بالضبط التجارب التشغيلية، وهيبقى ان شاء الله على شهر 5 بينتج فعلا وحدات التكييف المركزي. الاهم ان انا طلبت منه انه يبداوا ينشئوا وحدات التكييف العملاقه اللي هي بتخدم على مباني كامله، او الوحدات اللي احنا بنسميها التشيلرز، وان شاء الله برضو يعني هيتم تخصيص ارض ليهم وهيتم تنفيذ هذا المصنع خلال هذا العام.
وفيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يتابع مع محافظي البنك المركزي بشكل يومي معدل التدفقات النقدية الأجنبية. وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الإنتاج. شغلنا الشاغل الفترة القادمة الصناعة وبقية القطاعات الإنتاجية. يمكن حضراتكم تابعتوا، احنا امبارح الحمد لله مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعني وافق على البرنامج المصري بصورة نهائية، وتم رفع طبعا البرنامج من 3 إلى 8 مليار دولار. الدفعة الأولى إن شاء الله هتوصل الأسبوع القادم أيضا، وإن شاء الله طبعا احنا بنستهدف إن الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة هتدخل على بداية شهر مايو. فالدولة والحكومة مع البنك المركزي احنا مأمنين ان شاء الله كل احتياجات الدولارية عشان القطاعات الانتاجية تنطلق بقوة. اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انه يتابع على مدار الساعة جهود خفض الاسعار وضبط الاسواق، كما لفت مدبولي الى ان المواطن المصري سيشعر بهذه الجهود خلال الايام المقبلة. انا بتابع اخر حاجة طبعا منذ يعني جلستنا الاخيرة مع اتحاد الغرف ومع كل أصحاب المصانع والسلاسل التجارية موضوع انخفاض الأسعار، شغالين بصورة معقولة. طبعا أنا بتابع لغاية النهاردة الحقيقة الصبح مع رئيس اتحاد الغرف كان في مكالمة عشان أتأكد منه من التنفيذ على الأرض، وبنتابع من خلال الأجهزة المعنية في الدولة رصد لهذا الموضوع. وتاني أنا بأكد ياريت المواطنين برضو يتفاعلوا معنا ويبلغونا أولا بأول من خلال كل قنوات الاتصال بالأسعار وإيه اللي بيحصل في موضوع الأسعار عشان نتابع، لأن احنا كلنا بنستهدف إن إن شاء الله الأسعار تنزل وتنخفض ويبدأ فعلا المواطن يحس حقيقة بنتائج وتبعات الخطوات اللي قامت بها الدولة في خلال الأيام القليلة الماضية. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قام بجولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، شملت زيارة مجمع هاير الصناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية ومصنع بيكو مصر للأجهزة المنزلية، وكذلك مصانع شركة فريش إلكتريك ويوتن الدهانات والبويات الصناعية، وأخيرا مصنع سويدي للمحولات الكهربائية. وخلال الجولة أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية، ذلك لدفع العمل بهذه المشروعات وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها. وشدد مدبولي على أن الدولة تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة. تواصل القوات الجوية المصرية جهودها في تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية من خلال تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش. يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام 28 و29 و30 من مارس الجاري في تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين، حيث استمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.
فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيرتها من المملكة الأردنية الهاشمية ودول التحالف الدولي لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التي يتعذر الوصول إليها براً داخل القطاع. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تحت رعاية رئيس الجمهورية. يأتي ذلك من خلال 2148 منفذا وشادرا ومعرضا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لمنظومة أمان بمناسبة شهر رمضان المبارك. انطلاقا من دور وزارة الداخلية الاجتماعي وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل الوزارة فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 40% وبجودة عالية، وتستمر فعالياتها حتى نهاية شهر رمضان المبارك. الأسعار هنا أرخص كتير من بره، يعني مثلا بالنسبة للسلع اللي هي تمونية سكر وزيت والحاجات دي كلها، يعني وقت المبادرة بيكون السعر بتاعها كويس جدا جدا عن بره. أنا جبت سكر سعره يعني سعر كيلو رخيص 27 جنيه، بره بتلاقي السعر غالي جدا، في زيت برضه هنا رخيص، بجد المبادرة يعني عاملة لنا بصراحة تخفيض جامد. ولأول مرة تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من الموردين والسلاسل التجارية، فقد تضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فيها لتصل إلى 2031 منفذاً وست معارض رئيسية و44 معرضاً فرعياً و67 شادراً بمختلف محافظات الجمهورية، وجاءت مشاركتهم من منطلق وطني وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وفي إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. وجميع هذه المنافذ والشوادر والسلاسل التجارية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مبادرة جميلة وياريتها تستمر. كل حاجة متوفرة يعني في المبادرة، سكر ورز وزيت وكل حاجة بأرخص الثمن. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. وتشهد منافذ المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من كافة أنواع السلع بخاصة الاستراتيجية وذات الطابع الرمضاني، وسط وفرة المعروض من هذه السلع وجودتها العالية، حيث أشاد المواطنون بهذه المبادرة وبالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل توفير مظلة من الحماية الاجتماعية لهم. والله مبادرة كلنا واحد دي أنا بصراحة حساها بجد، يعني نحن بجد في طفرة وفي توفر في السلع. مبادرة كويسة بتوفر المنتجات والسلع الأساسية لمعظم الناس يعني، وفي منتجات تقريبا مش موجودة بره، أنا لاحظت اللي هي موجودة هنا بأسعار كويسة. كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير كافة أنواع السلع من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، إضافة إلى طرح عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50%. الفرخ المتنقلة دي تبع كلنا إيد واحد كلنا واحد، بتوفر سلع غذائية للمواطن بنسبة 50% عن السوق، فنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. مبادرة كلنا واحد مبادرة كويسة طبعا وممتازة، نشكر على سيادة الرئيس على المبادرة اللي عملها لتخفيض الأسعار، و طبعا الكرتونه دي فيها سكر وزيت ورز. منافذ امان ارخص كتير جدا من بره ومتوفره في اماكن كتير، كل مكان بنلاقيها. كلنا واحد مبادره تستمر في دعمها للمواطنين لتخفيف الاعباء عنهم في كافه مراحلها، حيث تحرص وزاره الداخليه من خلالها على دعم ومسانده المواطنين. لو تحترينا
عندنا شرطة وشعب. تستمر مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 25 تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك في تقديم دعمها ومساندتها للمواطنين بتوفير احتياجاتهم من مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 40% لتلبية كافة احتياجاتهم بمناسبة هذا الشهر الكريم. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن قطاع غزة لم يعد يحتمل المزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية بعد أن بلغ عدد الضحايا أكثر من 32 ألف مدني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني والفرنسي عقب مباحثات جرت بينهما اليوم في القاهرة تطرقت لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكدنا أن قطاع غزة لم يعد يحتمل المزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية بعد أن بلغ عدد الضحايا أكثر من 32 ألف مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء وبعد أن تم تدمير البنية التحتية بالكامل بالقطاع. تناولت المباحثات مع الجانبين الفرنسي والأردني أهمية تحقيق وقف فوري دائم لإطلاق النار وتعزيز النفاذ الإنساني لقطاع غزة دون عراقيل ومستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتحدثنا عن أهمية تبني إطار سياسي شامل لعملية السلام بين الجانبين وفقا لحل الدولتين. فما يحدث في غزة الآن هو انعكاس لتجاهل معاناة الفلسطينيين على مر عقود. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن لقاءه مع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورني جاء لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأوضح الصفدي أن اللقاء عكس توافقا حول قضايا أساسية من بينها رفض استخدام التجويع مادة للحرب في غزة. عكس لقاؤنا على الأقل توافق حول قضايا أساسية تمثل الآن موقف المجتمع الدولي برمته، وقف إطلاق النار، رفض استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين، إدخال المساعدات بشكل فوري إلى غزة. وهذا مطلب ليس لنا فقط، هذا مطلب أكده مجلس الأمن، أكدته محكمة العدل الدولية، أكده المجتمع الدولي برمته، لكننا ما زلنا نواجه رفضا إسرائيليا يؤدي إلى قتل المزيد من الأبرياء، يؤدي إلى تدمير المجتمع الغزي برمته، ويؤدي إلى تقويض كل صدقية العمل المتعدد الأطراف ويعيب إنسانيتنا المشتركة. ما نؤكد عليه اليوم هو أن على إسرائيل أن تواجه نتائج ما تقوم به. بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إن مصر والأردن في الخطوط الأمامية للمأساة في قطاع غزة وفي طليعة الجهود المبذولة لإيجاد حل ولتقديم اقتراحات لحل هذه الأزمة. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أكد سيجورني الاتفاق على العمل معا من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر. مصر والأردن هي في الخطوط الأمامية لهذه المأساة في غزة اليوم، وفي الخطوط الأمامية أيضا في طليعة الجهود المبذولة لإيجاد حل ولتقديم اقتراحات لحل هذه الأزمة. تكلمنا مطولا عن هذه الجهود، نريد أن نبذلها معا بالتنسيق مع الدول الأوروبية ومع الدول العربية التي تريد الخروج من هذه الأزمة. وكان وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا قد عقدوا جلسة مباحثات ثلاثية حول الأوضاع في غزة. وتناولت جلسة المباحثات أيضا مسارات التحرك المشترك بين الدول الثلاث لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار والحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.
أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي ستيفانس جورني حتمية تحقيق وقف إطلاق النار ووضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات المغلقة التي عقدها وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي بالقاهرة. وثمن شكري علاقات الصداقة الاستراتيجية مع فرنسا متطلعان للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين. نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني مصري قوله إن محادثات الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ستستأنف غدا الأحد في القاهرة. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن نتنياهو وافق على إرسال وفدين إلى مصر وقطر، حيث يسعى مفاوضون من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة. تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع في مواقع مختلفة بتل أبيب وفي حيفا، وطالبوا برحيل حكومة بنيامين نتنياهو والتوصل إلى صفقة مع حركة حماس. واتهم أهالي المحتجزين الإسرائيليين بنيامين نتنياهو بأنه يتعمد عرقلة وإحباط الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، وأنه مدفوع في هذا الأمر بمصالح شخصية. أكدت السلطات الصحية في غزة أنه لا زال هناك 107 من المرضى المحاصرين داخل أحد مباني مجمع الشفاء الطبي، وذلك بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال للمجمع. كما أعلنت السلطات الصحية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و98 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وبهذا فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32705 شهداء و 75190 مصابا منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي. تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح. يأتي ذلك في حين استقبل مطار العريش العديد من المساعدات من كافة دول العالم لدعم أهالي قطاع غزة. المزيد من المعلومات يطلعنا عليها الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري. تحياتي زملائي في الاستديو، تحياتي لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. وقع الامر الجهود المصريه متنوعه ومتعدده على الصعيد الانساني والاغاثي من جانب مصر تجاه اهل قطاع غزه. فاذا بدانا بمعبر رفح، اليوم طبعا يوم اجازه عند الجانب الاسرائيلي، ولكن ممر هو شاحنات الوقود بواقع 4 شاحنات للسولار و3 للغاز. كما استقبل ايضا المعبر ما يقرب من 26 جريحا ومصابا، وايضا 44 مرافقا لهم، وتم توزيعهم على كافة
كافة المستشفيات. فيما يتعلق بالمسار الجوي وهو مطار العريش، نتحدث عن عمليات إنزال جوي مستمرة بشكل يومي سواء من قبل القوات المسلحة المصرية أو من جانب مصر مع الدول الشقيقة والصديقة مثل الأردن والإمارات. أما فيما يتعلق بالمسار البحري وهو ميناء العريش البحري، نتحدث عن وجود سفينة تركية تابعة لمنظمة إفاد التركية وعلى متنها 3000 طن من المساعدات الغذائية والدوائية يتم تسليمها للهلال الأحمر المصري تمهيدا لتسليمها إلى قطاع غزة. فيما يتعلق بالجهود داخل قطاع غزة، نتحدث عن جهود الهلال الأحمر المصري في إرسال 40,000 وجبة بصفة يومية، وجبات إفطار وسحور طازجة يتم تسليمها في تمام 3 عصرا للهلال الأحمر الفلسطيني تمهيدا لتوزيعها على النازحين الفلسطينيين داخل الخيام سواء في رفح أو في منطقة الوسط ومنطقة جنوب غرب خان يونس. كل هذا بالتزامن طبعا مع تقديم كافة المساعدات الإنسانية ووجبات الإفطار للمرافقين للجرحى والمصابين سواء داخل مدينة العريش أو مدينة نخل أو بير العبد أو غيرها من مدن شمال سيناء. إليكم زملائي في الاستديو. نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية أكبر مائدة رحمن رمضانية بميدان السيدة نفيسة بالقاهرة، ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. واستضافت المائدة الرمضانية أكثر من 3,000 شخص وتم توزيع 1,000 الوجبات الساخنة على الحضور. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركاء العمل التنموي أكبر مائدة رحمن رمضانية بميدان السيدة نفيسة بالقاهرة. إحنا النهاردة موجودين ضيوف على ساحة السيدة نفيسة بمنطقة الخليفة، بننظم مائدة بنستضيف فيها أكثر من 3,000 من أهالينا أهالي المنطقة ورواد المسجد السيدة نفيسة، بنقدم وجبات ساخنة 2,000 من المترددين على المكان و1,000 بيتسلموا الوجبات بشكل متنقل، متعاونين مع مجموعة خيرة جدا من فاعلي الخير اللي كانت بتنظم لسنوات الحدث قبل كده على الأرض. السنة دي احنا بنشارك معاهم بنوعيات من الأغذية اللي بتتقدم. حرصنا على المشاركة السنة دي الحقيقة في إطار جهود التحالف لتأمين الاحتياجات الغذائية لكل الشرائح الأولى بالرعاية. بقالنا 21 سنة بنعمل مائدة هنا في السيدة نفيسة، بدأنا بأرقام بسيطة جدا. السنة دي بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فقدرنا نوصل 4,000 وجبة في اليوم. التارجت بتاعنا ان شاء الله ان احنا بالتعاون مع صناع الخير التنمية بالاتفاق مع دكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس الاداره، ان شاء الله التارجت بتاعنا السنه الجايه نعمل 10 مواقف في 10 محافظات. انا متطوع جاي تبع صناع الخير وتحت التحالف الوطني، وبجد انا متشرف ان انا جيت هنا وانا بمثل الاكاديميه بتاعتي في المكان ده. جاي اشارك في العمل العظيم، يعني افطار اكتر من 2000 شخص. الواحد جه النهارده سعيد جدا باللي بيعملوه، بالوجبات اللي بيجهزها وبيقدمها للناس، وان شاء الله يبقى يوم كويس باذن الله. تنظيم اكبر مائده رحمن بالسيده نفيسه هو جزء من برنامج مؤسسة صناع الخير الذي تقوم به تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو البرنامج الذي يستهدف دعم 200,000 من الأسر الأولى بالرعاية بواقع 1,000,000 مواطن مصري من مختلف محافظات الجمهورية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الأحد حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس ليلا وفي الصباح الباكر لطيفا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. Thank you.
انتهت نشرة التاسعة وبقي التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يتابع تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة ويوجه بتوفير كافة احتياجات المشروع للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية. مدبولي يؤكد متابعته جهود خفض الأسعار ويشدد على أن الفترة القادمة ترتكز على القطاع الخاص وتسهيل إجراءات تراخيصه. اتفاق مصري أردني فرنسي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحد من الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر. مشاهدينا، انتهت أخبار التاسعة، لكن لا يزال هواء التاسعة مستمرا مع الإعلامي يوسف الحسيني. ازيك يا ميرنا؟ ازيك يا يوسف؟ عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. رمضان عدى هوا كده يا يوسف، دي حقيقة ما افطرناش ولا يوم انا وانت مع بعض على الاطلاق. تخيل يعني الجايات كتير ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين يا رب، رمضان كريم وخلاص بقى عدى الشهر. عيد سعيد مقدما، مش هطول عليكم كتير. واشكرك جدا يا ميرنا، اشكرك جدا يا يوسف، واستاذنكم نبدا فقراتنا. اتفضل.